بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع قيمة التسامح في الحج. في البداية دعونا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الجميل الرائع، وحلقات إن شاء الله ممتعة مع الحج إن شاء الله. وحياكم الله في هذه الحلقة. التسامح من أسمى القيم التي أمرنا الله بها عز وجل ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فالتسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين ووضع الأعذار لهم والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلا من التركيز على عيوبهم وأخطائهم. تبرز الحاجة إلى قيمة التسامح في فريضة الحج، حيث يواجه الحاج عمليا الكثير من المشاق والصعوبات أثناء تأديته هذا الركن العظيم، وهي بحد ذاتها تتيح للمسلم المحتسب فرصة للتسامح والتغافل والصبر، وهو يقف مع من يختلف معهم في البلد واللغة والعرق على صعيد واحد. نناقش اليوم قيمة التسامح في الحج، وبداية دكتور ما المقصود بالتسامح؟ جميل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد دعنا في البداية نؤكد على أننا على مقربة من هذا الشهر العظيم، ولا يفصلنا عنه إلا قرابة 5 أسابيع تقريبا، وبالتالي كل أنظار العالم الإسلامي ستتجه، بل كل أنظار الدنيا ستتجه إلى هنا، إلى مهبط الوحي وإلى القبلة وإلى المشاعر وإلى عرفات وإلى منى وإلى المقام وإلى الحجر، ونسأل الله عز وجل يجعلها أيام مباركة. هذا المشهد العالمي لا يمكن أن يتكرر في أي مكان ولا في أي زمان آخر. المكان الوحيد الذي يمكن أن يشهد هذا التجمع الهائل، يشهد هذه الروحانية والعمل بروح الفريق الواحد والتضحيات، هو في هذا المكان فقط. نفوس متشوقة، يعني نفوس جدا متشوقة إلى هذه الأيام. وبالتالي عندما نناقش في الحلقات هذه الحلقة والحلقات القادمة القيم التي يعززها الحج في نفس الحاج وأيضا في نفوس المسلمين عموما، أعتقد بأنه يعني اختيار موفق. أما قيمة التسامح فأنت بدأت بداية جميلة وذكرت بأنه عفو عند المقدرة، ذكرت بأنه نوع من التحمل، إلى غير ذلك من العبارات التي اخترتها في البداية. دعني أقول بأن التسامح هو عبارة عن ممارسة عملية لتحمل المشاق وربما أخطاء الآخرين واغتفارها ومحاولة تبريرها، منطلقا من النظر إلى الجانب الإيجابي متجاوزا الجانب السلبي. يعني هذا الذي تذكره أنت الآن هو جزء عملي حقيقة لعملية الممارسة العملية للضغوط التي يمكن أن تواجه الإنسان في الحياة، ولا يوجد شخص يمكن أن يخلو من هذه الضغوط أيا كان هذا الإنسان، وهذه حقيقة واقعية. إذن التسامح هي ممارسة عملية لهذه الأخلاق الرائعة. نعم جميل. كما ننبه الإخوة والأخوات لأرقام التواصل لهذه الحلقة وسؤالنا التفاعلي الذي يقول: التسامح من أخلاق الحاج، اكتب صورا واقعية للتسامح أثناء تأدية هذه المناسك. يعني أيضا نعود إلى قيمة التسامح، لماذا التسامح؟ يعني الآن هم جايين الحجاج إن شاء الله إلى هذه المشاعر المقدسة، ولماذا الحديث عن التسامح؟ دعني أقول بأن التسامح قيمة عظيمة ربطت بالإسلام ككل، والإسلام ينظر للتسامح على أنه إحدى القيم العظمى. والسبب نظرة الإسلام للإنسان على أنه مستعمر ومستخلف في هذه الأرض، أنه نافع، أنه باذل، أنه خيره متعدي للناس، هذه الحقيقة الواقعية المطلوبة من الإنسان. لما ينظر الإسلام للإنسان بهذه النظرة الشمولية على أن خيره يتعدى لغيره، هذا يعني أنه سيحتك مع أصناف مختلفة من البشر، هذا يعني أنه سيتعرض لأخطاء البشر، تعديات البشر، وبالتالي كان لابد أن يزود هذا الإنسان الذي سيتحمل هذه المهنة العالية والرسالة السامية وهي استعمار الأرض واستخلاف الأرض والبقاء في الأرض ونشر الخير في الأرض، كان لابد أن يتحمل أو يعطى قيمة معينة. هذه القيمة تعني باختصار شديد قدرته
قدرته على تحمل الصعاب في التعامل مع الآخرين. ومن هنا الإسلام يرى بأن قيمة التسامح قيمة عظمى تزود المؤمن بوقود يساعده على تحمل صدمات الآخرين. نعم. فالإسلام لديه نظرة شاملة في التعامل مع الإنسان، وهذه قضية يجب أن نستوعبها جيدا. الإسلام لا يدعو الإنسان على أن ينعزل، ولا يدعو الإنسان على أن يعمل بمفرده على الناس، بل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب عند الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن لما ينظر الإسلام على أنك شخص لديك رسالة في هذه الدنيا، لديك هدف في هذه الدنيا، ومع هذا الهدف ستتحمل نوع من الصعاب، زودك بقيمة مهمة جدا هي قيمة التسامح. يعني الآن دكتور ينظر الآن الحاج من أراد أن يحج أنه يعني يريد حج بدون متاعب، فهل هذا صحيح؟ وهذا يجعلنا نخرج من النظرة العامة إلى النظرة الخاصة في قضية عبادة الحج. يعني عبادة الحج لها متطلبات يصاحبها مشاق وأعمال ومهام تجعل إحدى القيم المهمة التي يجب أن يتحلى بها الحاج هي قيمة التسامح، بل هي من القيم التي يعززها الإسلام فيه أصلا. يعني هو بطبيعة الحال عندما يذهب الحاج إلى بيت الله عز وجل إحدى القيم التي سيعود بها من الحج إن كان حجه بإذن الله تعالى صحيحا ومارسه بالطريقة الصحيحة هي قيمة التسامح. جميل. وهذا ستثبته دراسات كثيرة سنتحدث عنها عندما نتحدث عن قضية ارتباط الحج بقيمة التسامح بشكل عالي جدا. بارك الله فيك. ننتقل إلى المحور أيضا، نأخذ جانب من مظاهر التسامح في حياته صلى الله عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى أخي مصطفى تعيدنا إلى 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 هذه الأجواء الجميلة. نعم. تعيدنا إلى المواقف النبيلة. كل دوائر العلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت الدوائر الأقرب ثم الأبعد فالأبعد فالأبعد كلها تعامل معها عليه الصلاة والسلام بقيمة التسامح. دعني أبدأ معك من الدوائر القريبة جدا، قضية الزوجات. كم هي المواقف التي رصدتها السنة النبوية في دعني أقول مواقف أخطاء ربما غير مقصودة وقعت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حقه عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل معها؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع امرأة من زوجاته رضي الله عنها وأرضاها تغضب فتكسر الصحفة بين يديه؟ كيف كان يتعامل مع امرأة من زوجاته رضي الله عنها وأرضاها ربما تغلق الباب لأنه تأخر عليها؟ كيف كان يتعامل مع امرأة تظهر الغيرة الشديدة عليه أو ربما تغضب بشكل مفاجئ، ربما أحيانا يرتفع الصوت بشكل غير يعني مفاجئ؟ عشرات المواقف التي ترصدها السيرة النبوية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن على الدائرة الأقرب والأصغر تسامح عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، تسامح مع أقرب الناس إليه. وسع الدائرة قليلا، اذهب لقضية الجيران. ألم يوجد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام جار يهودي يؤذيه؟ وأثبتت السيرة النبوية قصص مختلفة من الأذية، بأنه كان يضع أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام القمامات والزبالات أكرمك الله وأكرم الله السامعين، ومع ذا تعامل عليه الصلاة والسلام بكل رفق ولين وتسامح، حتى إنه لما افتقد هذا الرجل ذهب يسأل عنه ويعوده. هذا جزء من عملية التسامح الذي مارسها مع من يختلف معه ديانة أصلا، وهذا شيء كان لافت. تسامح عليه الصلاة والسلام حتى مع الأعداء. كان يوجد في المدينة منافقين، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف هؤلاء المنافقين وسماهم لحذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تسامح معهم، بل إنه قبل أن يصلي على بعضهم لما مات، كما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء ابن عبد الله بن عبد الله يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على والده، يعرف أنه من المنافقين وهو يعرف أنه رأس المنافقين في المدينة. هذا جزء من عملية التسامح الممتد حتى للأعداء، بل أبعد من ذلك، هو يتسامح حتى مع الذين يحاولون الإساءة المباشرة إليه، ليست الإساءة المحتملة، الإساءة المباشرة المباشرة. خذ مثال، عندما دخل الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم في غزوة من الغزوات، ثم أرادوا أن يرتاحوا في وقت القيلولة فناموا جميعا، نام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه بتلك الشجرة. استيقظ ورجل قد أخذ بالسيف ووجهه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول من يمنعك مني يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام بكل يقين وتوكل الله. سقط السيف من يد الرجل، أخذه عليه الصلاة والسلام ووجهه إلى ذلك الرجل، قال من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخر، قال اذهب قد غفرت لك. يا الله. لاحظ الآن قضية التسامح مع من أراد أن يقتله. يعني لا يوجد
لا يوجد مرحلة في الإساءة أعلى منك من هذه الإساءة. يعني أكثر من يعني هذا ما. يعني شخص الآن يقول يا أخي والله أنا دعيت فلان إلى زواجي ما حضر أو مناسبة ما حضر، أنا ما أحضر له ولا أفعل له ولا يمكن. نعم. فلان تقول والله مريت من جنبها ما سلمت عليه أبدا، لا يمكن أسلم عليه، هذا سلام ودعوة إلى مناسبة زواج وقطع العلاقات، ويعمل لها حظر على حظر في الجوال وفي الواتساب وتكبر القضية وتخرج نعم. على السيطرة بسبب موقف قابل للعذر، قابل لأن الإنسان يقول قد لم ينتبه له، نسي، حصل أمر. نعم. في مثل هذا موقف، موقف المحاولة بالقتل منه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تسامح. بل أبعد من ذلك أخي مصطفى، استعرض في التاريخ كل مواقف قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، الشوك في طريقه، سل الناقة على ظهري، محاولات القتل، المقاطعة 3 سنوات في الشعب، المحاصرة، الأذية، التطاول، السب، الشتم، الإهانات، تتبعه بين القبائل في وفوف في الحج، لم يدعوا إهانة إلا وحاولوا المساس بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وبعد فقط 8 سنوات من الانتقال من مكة إلى المدينة وتكوين الدولة الإسلامية والعودة بجيش الفتح في 8 الهجرة، يقف أمامهم يقول لهم ما ظني أني فاعل بكم. المتوقع أن يكون الجواب أنك ستفعل بنا مثل ما فعلنا بك، هذا الطبيعي، لكنهم ذهبوا إلى قضية التسامح وهم يعرفون أنه متسامح، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لأن الكرم هنا هو وقود التسامح، هو دافع التسامح، لأنه جزء من عملية التسامح أنت كيف تسامح الناس إلا إن لم تكن كريم الأخلاق، لديك كرم، كرم بعرضك، كرم بمالك، كرم يعفو ويصفح، وإن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. يا الله. هذا كريم الأصل يرتفع دائما وأبدا، برغم أن الناس ربما فكلما ارتفع قد الناس يفهموا العكس يا شيخ، انه اذا كان يعني لازم ما يسامح، وهذا سنذكره بعد قليل عندما نتحدث عن قضيه يعني كيف امارس عمليه التسامح، بعض الناس لديهم مفاهيم مغلوطه. نعم. مفاهيم مغلوطه. نعم. فهنا قال اذهبوا فانتم الطلقاء. والله يا اخي لما اقف امام هذه المواقف النبوي، طبعا والنبي عليه الصلاه والسلام اخذ ارث الانبياء، لانه من قبله الانبياء لما قال يوسف عليه السلام لاخوته اذا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم. هذه قمه التسامح في اساءات ما حرمته من ابويه، حرمته من حياته، عرضته للسجن سنوات، يعني طويلة. اخوته تسببوا في سجنه سنوات طويله. نعم. حرموه من والديه سنوات طويله، ومع ذلك اذهبوا او قال لا تثريب عليكم. مره اخرى يعني يظل النموذج النبوي في قضيه التسامح نموذج يعني يقف الإنسان عاجزا عن أمام عشرات المواقف، يمكن أكثر من حلقة فقط في هذا، فقط في منهجي عليه الصلاة والسلام في قضية التسامح وكيف كان بل يعني ربما شيء بشيء يذكر الآن، ذكرتني بقضية الأعراب الذي شده من بردته، يعطيني من مال الله يا محمد، يعني إساءة لفظية إساءة فعلية، لفظية اعطي يا محمد حتى يعني لا يا رسول الله ولا، وكانوا مأمورين بأن لا ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، ثم قال اعطني من مال الله، وفي رواية ليس من مال أمك ولا من مال أبيك، يعني قمة في التجاوز، وشده حتى أثرت البردة النجرانية على عنقه. الصحابي الذي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطش أو يمنع الرجل فمنعه عليه الصلاة والسلام، وقابل الإساءتين الفعلية واللفظية بتسامحين لفظية وفعلية، اللفظية الفعلية تبسم عليه الصلاة والسلام، واللفظية قال اعطوه من بيتي مال المسلمين. والله يا أخي لو نخرج أنا وأنت الآن من الاستديو تشغل سيارتك ويجيك رجل الآن يشحت ويمسكك يا شيخ مصطفى من الكرفتة، عشان الكرفتة تضبط في عملية السحب، يعني يمسكك من الكرفتة ويشدك، تمام، يقول لك أعطيني من مال الله، طلع ال10 ريال، يعني أنت ستجد أي جرأة ذي، يعني أنت تريد شيء على الأقل يعني أحسن طلب، ليس بهذه. نعم. فكان منهجه عليه الصلاة والسلام مختلف. لعلنا نتحدث أنه كيف نبني قيمة التسامح. انتقل إلى المحور الرابع معنا، علاقة التسامح بفريضة الحج، يعني نربط هذه القيمة بفريضة الحج. صحيح. وخلال ابتداء الحج من بدايته هناك مشاق وصعب. صحيح. صحيح. يعني دعني أقول لك بأن أولا دعني أقول بأن العبادات الشرعية كانت لها مقاصد، ويجب أن يعلم الناس جيدا بأن المقاصد الشرعية من العبادات لها هدف، كل عبادة شرعت لها هدف، حتى مشروعية عددها وتكرارها وعدم تكرارها أيضا له هدف. سبحان يعني الله. قد يتساءل الإنسان، الصلاة تكرر، لماذا الحج لا يكرر؟ مرة واحدة في العمر، طيب. نعم. رمضان مرة واحدة في السنة، الزكاة مرة واحدة في السنة بناء على وجود النصاب والشروط الأخرى،
لكن الصلاة يومين. لكل عبادة أهداف تحققها في بناء شخصية الإنسان المسلم، فلا توجد عبادة إلا فرضت بمقدار يتناسب مع تحقيق هدفها الذي يوصل الإنسان للرسالة التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا يتصور أن الأعداد جاءت اعتباطا، لا يتصور بأن مشروعية عبادة معينة مدتها أيامها طريقتها جاءت هكذا هباء من لا، وإنما جاءت لأهداف. الحج لو طبق بطريقته الصحيحة وباتباع السنة النبوية وبالأهداف التي من أجلها شرع، يكفي مرة واحدة في العمر ويحقق هدف بناء الإنسان من جديد، ويعود هذا الحاج كيومي ولدته أمه، لأنه أصبح جاهز لحياة جديدة، كأنه ولد من جديد. كل ما فقده من قيم سابقة الحج قادر على أن يبنيها فيه متى ما هو تعامل مع الحج بهذه الطريقة. سبحان الله. من يتعامل مع الحج على أنه رحلة العمر، من يتعامل مع الحج على أنه رحلة الاصطفاء، من يتعامل مع الحج على أنه رحلة الاختيار، من يتعامل مع الحج على أنه رحلة البناء الجديد، من يتعامل مع الحج على أنه حجز المقعد في الجنة والخروج من قضية النار، سيختلف طريقة يعني تعامله مع الحج كليا، وسيعود من الحج بهذه الأهداف. من هنا يمكن أن نقول بأن قيمة التسامح ارتبطت بالحج ارتباطا وثيقا، باعتبار أن الحاج يعرض لمجموعة كبيرة من الضغوط. هذه الضغوط مبنية بدءا بالمشقة المالية، لأن هناك مال، ولذلك تجهيز واستعداد صحيح. وإذا فقد المال لم يجب عليه الحج أصلا، من استطاع عليه سبيلا قالوا استطاع مستطيع. هنا المالية والاستطاع الجسدية ويسقط عنه، يعني لا يطالب بأن يقوم به أصلا، هذه من رحمة الإسلام. إذن هناك استعداد مالي، ونحن نعرف جيدا سواء من حجاج الداخل أو من حجاج الخارج كم يجمع الناس من أموالهم من أجل أن يأتوا إلى الحج. بعض يعني قليلي ذات اليد في الدول الإسلامية تجده يعمل عشرات السنين من أجل أن يجمع المال على المال ليحقق قيمة الوصول للاختيار وإلى الحج. نعم، أستأذنكم دكتور فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله وإياكم مشاهدين الكرام مع هذه القيمة الغالية، قيمة التسامح. فاصل ونواصل بإذن الله. شركة قافلة الإتمام لخدمات حجاج الداخل من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة. الإتمام اسم يتردد وثقة تتجدد. فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه: ليشهدوا منافع لهم. فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كوم قيمنا، نتناول اليوم قيمة التسامح في الحج. عود لك دكتور فؤاد مجددا ونرحب بك كذلك.
علاقة قيمة التسامح بالحج؟ كنا قبل الفاصل نتحدث فيها ونقول بأن جملة التحديات التي ستواجه الحاج بدءا بالتحديات المالية ومرورا بالتحديات الجسدية التي ستواجهه باعتبار أنه سيغير بيئته ومكانه وزمانه يعني ربما سيفارق أيضا وطنه وأولاده وذريته. وتعرف أننا بعض الحجاج الذين يأتون خاصة بعض الدول البعيدة ربما يفارقه لمدة شهر ونصف النصف من أجل، وكل هذا طبعا نوع من التحدي. يعني الإنسان عندما يخرج من بلده من وطنه من أسرته من بين زوجته وأولاده قطعا سيعيش نوع من الألم، والسفر قطعة من العذاب. فكل هذه التحديات مع ما سيواجهه ربما من تغيرات، نحن بفضل الله عز وجل نعيش الحمد لله الآن في تسهيلات وفي أمور كثيرة جدا لم تكن موجودة في السابق، لكن يظل البعد النفسي حاضر. نعم صحيح. فمن من أجل ذلك مع اختلاف أيضا الأجواء المناخية مع اختلاف وجود الزحام في أماكن مختلفة، مهما حاول يعني مهما كانت هناك تسهيلات تظل هناك نوع من التحديات التي تحتاج إلى نوع من الصبر. أجناس مختلفة، أعراق مختلفة، عادات مختلفة، لغات مختلفة، لغات وثقافات وإلى آخره، كل هذا يتطلب أن يكون لديه مساحة من التسامح، لأنه ربما سيقع تحت دائرة الخطأ الغير مقصود من الآخرين. سبحان يعني ربما في مكان ما، في زحام ما، بطريقة ما، سيقع في شيء من هذا، بالتالي العلاقة جدا وطيدة في هذا الاتجاه. نعم جميل. كما ذكر يعني تذكرت الآن الأخ يوسف ذكر في السؤال التفاعلي أجاب إجابة لطيفة، قال يعني في موسم الحج يكون في هناك كبار السن ويجرون على العربية أو على فيعني فليصبر الحاج إذا كان هناك اصطدمت شيء العرب في قدميها بشكل وانتراه. والله يعني نحن نراها في الطواف وكذا، حس سبحان الله يعني كثير ما في شخص يخلو من هذا، ما في شخص اللي لحقوا خير من هذا الموضوع، ومع ذلك عندما يلتفت تجد مباشرة ذاك يقول له آسف، هذا يقول له آسف. يعني نادر أن تجد شخصين يعني يشتبكوا في مكان طواف ولا شيء من أجل يعني ربنا مؤلمة، يعني ضربة العربة هذه ربما تؤلم في القدم، ومع ذلك الكل يشعر أن القضية يعني تحتاج تسامح. يعني هذه من منظر التسامح. أنتقل إلى كيف يبني الإنسان أو الحج هذه القيمة العظيمة؟ شوف أخي مصطفى، أنا حقيقة كنت أقرأ في هذا الجانب بشكل مستفيض، فوجدت أن هناك بعض الدراسات الغربية التي أشارت بعمق لهذا الجانب. هناك دراسة لشخصين ميكيل أليكسيف وجيمي كوف، هذول عملوا دراسة عن قيمة التسامح في الحج ونشرت في أكثر من مجلة علمية، أشاروا إلى بعض الأسباب المذهلة، أنا أقول مذهلة، في قضية أن الحج يبني قيمة التسامح بشكل مباشر في نفوس الحجاج. يعني خذ بعض الأشياء رصدتها، مثلا قالوا وجود الهجرة والمسافات الطويلة أثبتت هذه الدراسة، طبعا هم أخذوا عينة من الذين حجوا لبيت الله عز وجل من أجناس مختلفة وقارنوهم بمجموعة أخرى لم تحج، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة إن صح التعبير، وبدأوا يجرون عليهم الدراسات، وضعوا مجموعة أسئلة وتساؤلات، وبدأوا يصلوا إلى نتائج. كان من ضمن النتائج أن التسامح بني بشكل كبير جدا في الذين حجوا إلى بيت الله، والسبب مجموعة من الأسباب. السبب الأول أن الذي يحج إلى بيت الله سيقطع مسافات طويلة وسيبذل جهد كبير، وهذا سيولد داخله قيمة التسامح وتحمل أخطاء الآخرين، هذه أشاروا إليها في الدراسة. اثنين، أشاروا إلى قضية أن المعاني العظيمة في الحج التي هو جاء من أجلها دفعته بطريقة غير مباشرة إلى أن يتحمل. يعني مثلا حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. الحاج وضع هذا الحديث نصب عينيه، هدف. من حج ولم يرفث ولم يفسق، يرفث خلاص هذه متعلقة بالنساء، يفسق هذه متعلقة بالتعامل مع الآخرين. فهو قادم أساسا يريد عاد من حجه كيوم ولدته أمه، يريد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلما وضع هذا هدف تأسست القيمة داخليا، فقاموا قالوا أثبتت الدراسة بأن وجود هذا الهدف لدى الحاج في ذهنه دفعه بطريقة غير مباشرة إلى التسامح. هيا لاحظ الآن كيف عبادة الحج أسست. أيضا قالوا بأن المساواة التي حصلت في الحج دفعته للتسامح، هو أصلا لا يشعر بالعلو على الآخرين لأن اللباس موحد. الأعمال موحدة، يعني ما في شخص نقول والله أنت يعني لك علاقات اجتماعية هي بلاش توقف بعرفة، أنت أسقطنا عنك طواف الإفاضة هيروح بيتك، أنت لك علاقة، أنت منصبك عالي مثلا لا ترمي الجواب أبدا، الكل سواسية. قالوا المساواة في الأفعال والأعمال أسست قيمة التسامح للحاج في التعامل مع الآخرين. هذا بعد آخر عجيب جدا في الدراسة. أيضا قالوا بأن طول الأعمال المرهقة في الحج جعلته يتوطد على التسامح، وهذا الموضوع دفعني لشيء آخر، ربما هي مساحة دراسة. هل الذين يمارسون الأعمال الشاقة هم أكثر تسامحا
مع الآخرين. يعني من تجي مثلا يعمل في مجال العمل العمال الذين يعملون تحت الشمس تحت، يعني هو يتحمل أصلا، فتكورت لديه قيمة التحمل. نعم. فأصبح عنده قدرة على أن يتحمل الأخطاء اليسيرة من الآخرين، في حين أن الذي تعود دائما على الرفاهية على الكذا لن يتحمل الآخرين. وهذا الذي جعل جبل بن الأيهم لما جاء يطوف بالكعبة وهو كان يومها للتو نصراني أسلم ولم يكن تروض على الإسلام، لما وطأ عربي على بردته التفت إليه وضربه في الحج، في قصة شهيرة حصلت في زمن عمر ثم ارتد على الإسلام. ال- 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 العمل المرهق العمل المجهد يكون لدى الإنسان قيمة التسامح الكبيرة مع الآخرين. هذه أيضا ذكروا حقيقة في الدراسة. ذكروا أيضا سبب آخر من قيمة قالوا بأن الحجاج ينظرون لأنفسهم بأنهم قاموا بعمل استثنائي من بين مليار. هذا الشعور يدفعهم إلى أن يتحلوا بأفضل الأخلاق والقيم وعلى رأسها التسامح، بأن هي رحلة عظيمة يعني يقول أنا بذلت أجل. وفعلت واصطفاني الله وحصلت ووصلت ووصلت إلى فهذا عمل استثنائي غير ما وصل، هو يشعر بهذا بهذا الاصطفاء، فيدفعه ذلك بشكل قوي جدا ناحية تعزيز مجموعة من القيم على رأسها التسامح. مدرسة سبحان الله، مدرسة عظيمة مدرسة، ولذلك دائما نقول الحج مدرسة القيم. نعم. أخذ هذا الاتصال الهاتفي معنا، مشاركة هاتفية من الشيخ حسن فايع عسيري وهو عضو اللجنة الثقافية شركة قافلة الإتمام للحج. أهلا ومرحبا بكم شيخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ما بعد. شكرا لقناتكم على هذه الاستضافة، مما شرفني الله جل وعلا بالإمام لحملة الإتمام، الحملة المباركة الحملة الرائدة في الثقافي. ظهرت لنا والله الحمد نتائج التسامح في الحج. جميل. لعلنا نتحدث عن بعض من هذه المظاهر، وأنتم ما شاء الله مشرفين على الحجاج وعلى مظاهر التسامح في الحج. مناسك إجورة وأنه مصدر إسعاد ومساعد للحاج على تجاوز الصعاب، بما يرى من سلوكة التحمل والعفو والتغاضي عن هفوات الحاج، لا شك أن ذلك سينعكس على نفسية الحاج، وسيعلن الحاج بعد انتهاء المعاناة ذكر الخير ممن يتسامح معه أو لمن يتسامح معه، سواء بالحج أو بعد عودته. وكم من شخص رأيناه في الحج، وأذكر موقف من المواقف من أحد المشرفين وهو ماضي خارج من الحج، وكان في الحملة رجل مريض بالسكر ولم يعلم به هذا المشرف، فعندما تكلم قال يا فلان أوقف السيارة ونريد العشاء، ثم تكلم معه بكلام يعني أنت كذا وأنت كذا وأنت لمت يعني كيف كنت مشرف علينا وكيف يتكلم، ولم يعلم بأنه يعني عنده سكر، فما كان من الآن ابتسم وأوقف السيارة في أقرب مكان هناك وقدم لها الطعام وهو منعه سبحان الله العظيم. فلما انتهى هذا الموقف بدأ بقول جزاك الله خيرا، لقد تحملت كلامي وتحملت ردي، تحملت ودل على شيء انما دل على انكم يعني تقومون بدور مهم واثنى ثناء عجيبا. فاقول سبحان الله لو ان هذا المشرف رد عليه وتعامل على تعامل يعني لا يرضي، كيف يكون نسيت الحج؟ ولذلك المداراه مع الحجاج، التماس الاعذار الاخرين، انت رجل عندك سعه الصدر وتقبل ما ياتي منهم، وتكون انت فعلا من يتحمل، الرجل هذا عنده سكر، الرجل هذا غضبان، الرجل هذا اول مره يحج، الرجل هذا يلاقي معاناه، الرجل ما سار كما سرت في المشاعر. فلما تكون أنت عندك هذا الروح الطيبة والتحمل، فإن هذا سينعكس بإذن الله على نسية الحج. وأرجو أن يوفق كل مشرف على أي حملة أن يكون هدفه إرضاء الله جل وعلا، وأن يكون قدوة عملية للحاج سواء من داخل البلاد ومن خارجها، حتى يعكس الصورة الطيبة التي تركنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير الشيخ حسن فايع عسيري على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة، ويعني ذكر مثال واقعي. صحيح. يعني أوش جزاك الله خير، وهذه إضافة جميلة حقيقة، وأنا أعرف أن هناك عشرات المواقف التي تحصل في قضية، وهذا يعني يظهر بوضوح بعد عودة الحجاج أحيانا من عرفات تحديدا أيضا. نعم. لأنه في البدايات لا زالت قيمة التسامح تحتاج إلى ارتفاع. أي. ففي البداية لا زال هو متغير عليه الأجواء ومتغيرة. بمجرد عودة الحجاج من عرفة أنت ترى شخص آخر، حديث كيوم ولدته أمه كأنك تراها والله بعد عودة الناس من عرفات، كأنهم أناس جدد.
أنا ذكرت أذكر في حلقة سابقة العام الماضي أو في غيرها أننا يعني رأينا أناس كانوا قبل الحج مثل قبل في يوم التربية على سبيل المثال يعني ممتعضين لقضية أي على قضية اللباس الحر الاختلاف للمكان الزمان طريقة النوم يعني يظل في الأخير مهما كان هناك خدمات يظل في اختلاف عن بيتك الذي كنت مختلف فيه مختلف عن البيت حتى لو كنت صاحب بيت متواضع لكن يظل لك كينونتك ولك يعني طريقتك في الحج إلى في النوم الله. إلى آخره فبعد العودة سبحان الله تجد شخص آخر شخص يريد أن يخدم يا أخي كم من الحجاج من تجده في الحج يريد أن ينفع الناس ويخدم الناس ويقدم وعندما يخطئ عليه أحد أبدا يعني يرضى ويسكت يا أخي كانت الجمرات قديما الآن بفضل الله عز وجل يعني نحن نعيش في نعمة كبيرة بفضل الله عز وجل ما قدمته هذه الدولة المباركة للحج والحجاج شيء يسطر بماء من الذهب شيء يذهل الإنسان عن وصفه لأن الذين عاشوا الحج ما أقول قبل يعني سنوات طويلة أنا أقول قبل عقدين من الزمن أو أكثر مثلا وطبعا القديم أسوأ كربما القديم قبل 50 سنة أو 60 سنة كما يحكي الآباء والأجداد القضية ربما كانت يعني أصعب لكن أنا أتكلم إلى 20 سنة وأقل أنت يعني كنا على سبيل المثال يسر طبعا الجمرات يا أخي الجمرات كان الواحد إذا ذهب للجمرات يعني يحمل هم الزحام على ذلك الحوض الصغير الذي لا يتجاوز 2 متر نصف قطره اليوم أن تذهب للجمرات كأنك ذاهب إلى نزهة سترمي الجمرة من أي مكان بيسر وسهولة قديماً سبحان الله. قديماً هذه مظهر التسامح كان مثلاً في هذا الزحام الشديد لما يجتمع الناس على الجمرات تزاحم كبير وأنت تضطر أن تربي من بعيد فبعض الضعاف ربما يرمي من بعيد فلا تسقط في الحوض إنها تسقط على رأس أحد الحجاج ما يعني أنا أذكر بالنسبة لي ولكثير الذين كانوا معي ما يعني دخلنا الجمرات إلا وقد أصابنا شيء من الجمرة لم أجد يوما ما حاجا التفت يريد أن ينظر من الذي رمى برغم والله ربما حين تكون الإصابة تخرج الدم يعني حصل رأيتها أمام عيني إنه جاءه أصابته جمرة هذا أتكلم على القديم طبعا أما الآن ما في لأن الجمرات واسعة ولا يمكن أن يجد أي ما شاء الله يعني يحتاج. أبدا في ليل أو نهار تذهب الأمور في سهالات لكن في الفعل كان في مساحة من التسامح كبيرة جدا يا أخي قضية أن تجد يعني طبعا التسامح يمتد إلى العطاء لكن أن تجد شخص يخطئ بشكل مباشر عليك ثم أنت بعد ذلك تعفو عنه أو تصفح عنه كما وجدنا في الحملات من مثلا يتأخر عليهم الطعام أو يأتي باردا ومع ذلك يتحملون إذن هذه مساحة مهمة أنا أريد أعلق تعليق ثاني آخر على كلام الشيخ حسن أنه أيضا يجب حقيقة على من يعمل في الإشراف الثقافي والتوعوي للحجاج أن يفكروا في منظومة القيم التي يبنوها في الحجاج هناك منظومة قيم يجب أن يعملوا عليها يعني لا نريد البرنامج الثقافي أن يذهب في كلام عام ونعرف أنه كل القائمين بفضل الله عز وجل والوزارة جزاها الله خير وزارة الشؤون الإسلامية هنا تضع منظومات رهيبة في هذا الجانب ورائعة لكن أريد أن أؤكد على أن في هناك قيم ممتدة تسمى القيم الممتدة منها قيمة التسامح إذا أنا أحتاج إلى أن أضع برامج معينة تساعد على تعزيز هذه القيمة في نفس الحاج حتى إذا ما خرج من هذه العبادة انعكست على هم يتركوا يعني يتابعون برنامجنا إن هنا إلى الحج إن شاء الله نسلط الضوء على كل القيم تمر علينا إن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا دكتور هل هناك شيء بعد في أيوة لازلنا في قضية الأثر الارتباط ما بين الحج ولازلنا في قضية الدراسة قلت أنهم ذكروا قضية الشعور بالاصطفاء وأنهم أن الحجاج يقومون بعمل استثنائي هذه حقيقة هذا الشعور يعني دعني أعطيك مثال آخر لما جاءت العشر الأواخر من رمضان لما يذهب الإنسان إلى عمره كل عبادة يشعر الإنسان فيها بأنه يتقرب إلى الله وربما يكون نتيجتها عظيمة تنعكس عليه عطاء مع الآخرين وبذلا للآخرين وبالتالي الدراسة تقول بأنه سبب تعزيز قيمة التسامح في نفس الحاج أنه شعر بأنه قام بعمل يستحق بعده أن يتواضع للناس ولذلك لا تشعره يفتخر لا تراه يفتخر الأصل أنه لا يفتخر بأن أنا حججت وأنت لم تحج وإنما يشعر بأنه يزيد انكسارا وهنا تأتي قضية الشعور بأن صاحب المنة عليك هو الله الذي اختارك من بين ما يزيد على المليار ونصف المليار مسلم في هذه البسيطة اختار الله 2-3 مليون يأتون إلى بيت الله عز وجل إذن الدراسة حقيقة دراسة عميقة ودراسة طويلة ودراسة جميلة لكن بالفعل انعكست في الأخير بأنها ردت على من يقول بأن هذا الإسلام دين إرهاب أو دين رهبانية أبدا اتضح أن شعائر الإسلام لو طبقت بشكل صحيح مرة أخرى لو طبقت بشكل صحيح شعائر الإسلام تبني ذلك المسلم المتسامح ليس متسامح بل أثبتت الدراسة تشير ليس متسامحا مع من هو يشاركه الدين يتسامح حتى مع من يخالفه في الدين ونحن رأينا قبل قليل كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتسامح مع البعيد عنه والذي ربما يختلف معه كليا في الدين وكذلك تقول الدراسة شاهدنا أيضا يعني في السيرة النبوية من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة إلا أنهم نقلوا عنه يعني
افعل ولا حرج. كثير طبعا, طبعا هذه كانت في قضية يسر الإسلام, قيمة اليسر التي هي انعكست في قضية أخلاق المسلم. المسلم يتعود في الحج على هذا الدين, دين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وليس هذا الدين دين تعسير على الناس أو تضييق على الناس, الدين دين رحمة, دين جذب للقلوب. وبالتالي الحج كان أحد مظاهره قيمة الرحمة التي تجذب الناس بشكل مباشر لعملية حب العبادة. لذلك افعل ولا حرج, طفت قبل أن أرمي, رميت قبل أن أطوف, وعبارات مختلفة مرت. فكان عليه الصلاة والسلام يتساهل في هذا الجانب, هذه أسست قيمة الرحمة في جانب الرحمة. أما في جانب التسامح فلازلت أقول بأنه ما حصل من مواقف حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, من مواقف الصحابة, يعني على سبيل المثال قضية الإسراع لما كانوا يسرعون أحيانا, الإسراع هذا ربما يربك الآخرين, فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بعدم الإسراع, فأصبح في نوع من الإحسان حتى للآخرين, وبالتالي عدم إساءة لهم بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله نكمل وإياكم إن شاء الله بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام, فابقوا معنا. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين, وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين, فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه, ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي, يا أيها الرسول, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب. فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر, وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها. أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء, ثم عرج به إلى السماوات العلى, وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي, نزهه الله عن أخذ الصدقة, وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله, فما تركه صدقة, ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة, كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن, والشفاء للقاضي عياض, وغيرها كثير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. نتناول مشاركات الإخوة والأخوات عبر سؤال التفاعلي الذي يقول: أكتب قصة من أخلاق, أكتب صورا واقعية للتسامح أثناء أداء المناسك. هناك العديد من المشاركات حقيقة, لكن لفت نظري دكتور أيضا الأخ اللي ذكرت الأخت: أنا لم أمس الحجر, تقول الأخت نعيمة, لم أمس الحجر الأسود لكي لا أزاحم الناس. السوسنة تقول: إنك ترى الحاج العربي يعطف على الحاج الأعجمي ويتمنى له الخير, وأن رجل الأمن في المشاعر المقدسة لا ينحاز لجنس دون آخر ولا للون دون آخر. ليلى تقول: اللهم ارزقنا حجا قريبا. يا رب, يا رب. نعم. أسأل الله أن يمن على كل من اشتاق للبيت أن يصل إلى البيت. لكن دعني قبل أن أعلق على المداخلات الجميلة, أولا أعلق على المقطع الرائع الذي عرض على الشاشة. أنا أشكر الإخوة حقيقة في الإعداد مثل هذه المقاطع التي تربطنا بأعظم قدوة محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أعتقد أنه من الضروري حقيقة الآباء والأمهات والعاملين في مجال التربية والتعليم
أن يعظموا هذه القدوة في نفوس أبنائنا وبناتنا. التصاميم الجميلة، الانفجرافيك الجميل الرائع الذي يوضح جوانب مضيئة من الجوانب المضيئة من كل الجوانب مضيئة، بس يعني صحيح. أحيانا شيء لا نراه نحن أو نحن نحتاج إلى بالفعل إلى تسليط الضوء عليه، وهو جزء من عملية حتى منهجه عليه الصلاة والسلام في التعامل في الحج. أما ما ذكره المداخلات رائع حقيقة، مشهد قضية عدم المزاحمة على قضية الحجر الأسود، عدم الوقوف في مكان السلام أو بداية الشوط، قضية العطف الذي يحصل. أنا يعني لفت انتباهي ولفت انتباهك ولفت انتباه كثير من الناس أحيانا شواهد الإعانة، تجد يعني من جاء من بلاد افريقيا يعين من جاء من بلاد الهند، ومن جاء من بلاد اوروبا يعين من جاء من بلاد كذا الى اخره من شمال الارض وجنوب الارض، هذا يعينه هذا يحمله هذا يدفعه هذا يساعده. يا اخي تدخل، انا اقول هذه تحتاج الى مقاطع فيديو، تحتاج الى منتجه ان تظهر امام العالم مساحه التسامح التي ذابت فيها الجنسيات وذابت فيها اللغات وذابت فيها يعني مشاهد كثيره جدا حقيقه في هذا الاتجاه. بالفعل يعني اشاروا الى شيء جميل في هذا الجانب. بارك الله فيك. معنا أيضا اتصال هاتفي من الشيخ أحمد بن عبد الرحمن كريشان، وهو صاحب ومدير عام شركة البركة العربية لخدمات حجاج الداخل. أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. حياكم الله، ولكم يعني ما شاء الله الخبرة الكبيرة في إدارة الحجاج، لعلك تحدثنا عن مظاهر التسامح في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. التسامح من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالمسلم مطلوب منه أن يكون متسامحا في كل نواحي الحياة، مع الكبير والصغير، مع القريب والبعيد، مع المسلم والكافر. هذا هو ديننا، وهذا ما أمرنا به ربنا، وهذا ما علمنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسلم متسامحا في كل الأوقات وفي كل الظروف، فإن الحاجة إلى التسامح في الحج أكبر، والضرورة إلى التسامح في الحج أشد، حيث التدافع والتزاحم واجتماع أعداد كبيرة من البشر وتحركها في وقت واحد لأداء نسك واحد في بقعة ضيقة من المكان وفي فترة قصيرة من الزمان. نعم. فلا يمكن للحجاج أن يقوموا بأداء نسكهم وتأدية حجهم إذا لم يتحلوا بروح التسامح وروح المودة وروح المحبة والعفو والصفح. فإذا كنا نتحدث عن التسامح فإننا نقصد هنا تسامح صاحب شركة حجاج الداخل أو الخارج أو من يقوم على خدمة الحجاج وتوفير الخدمات المختلفة للحجاج مع الحجاج، والصبر على طباعهم المختلفة وطلباتهم المتعددة وأمزجتهم المتنوعة. كذلك تسامح الحاج نفسه مع صاحب الشركة والتماس الأعذار له، كونه يخدم أعدادا كبيرة من الحجاج في ظروف صعبة. كذلك تسامح العمالة والمشرفين والأدلاء والمرشدين مع الحجاج والصبر عليهم واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. تسامح الحجاج كذلك مع المرشدين الذين يسهرون على راحتهم، والعمالة الذين يخدمونهم، والأدلاء والمرشدين الذين يرشدونهم إلى أماكنهم. تسامح الحاج مع سائق الحافلة، وتسامح سائق الحافلة مع الحاج. تسامح كذلك، هناك تسامح مهم وضروري ومطلوب، تسامح الحجاج وتعاونهم مع رجال الأمن
الذين يقومون بواجبهم وينفذون التعليمات المختلفة ويقفون الساعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، ليس لهم مصلحة إلا راحة الحاج وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لهم. التسامح أخي الكريم، إخواني الحجاج، في الحج منظومة متكاملة يجب أن يتحلى بها الجميع وأن يستشعر أهميتها الجميع بهذا الخلق العظيم وبهذه القيمة الفاضلة. يتم الحج ويؤدي الحجاج حجهم بيسر وسهولة ويعودون إلى أماكنهم وبيوتهم وبلدانهم سالمين غانمين. جزاكم الله كل خير شيخنا الكريم على هذه المداخلة وهذه الإضاءات الجميلة في صور التسامح في الحجاج، الشيخ أحمد بن عبد الرحمن كريشان صاحب ومدير عام حملة البركة العربية لخدمات حجاج الداخل. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تعليقكم دكتور؟ والله أنا أولا نشكر الشيخ أحمد جزاه الله خير، وأنا يعني ربما يعني رأيت حقيقة بعض جهود حملتهم في سنوات مختلفة، وللأمانة يعني جزء كبير مما ذكرهم ممن يمارسونه هم وغيرهم يعني فيشكرون حقيقة على جهدهم، ونوجه لهم التحية. أشار إلى معاني جميلة جدا من الممارسات، صحيح، وهذه الممارسات هي من 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 رحم الميدان، من يعمل في الميدان يدرك أين يجب أن ترتفع قيمة التسامح. ذكر المشاهد المختلفة سواء كان من مقدمي الخدمة مع الحجاج ومن الحجاج مع مقدمي الخدمة. ممتاز. ذكر قضايا مرتبطة بحركة النقل والباصات ومن يقوم على القطارات، من يقوم على الأماكن المختلفة، لأنه بالفعل طبيعة الحج طبيعة يعني تحدياتها كثير وظروفها صعبة وليست للأمر. ذكر قضية في غاية الأهمية وتحتاج توقف، هي قضية التسامح مع رجال الأمن ومن يقومون بأمن الحجاج. يا أخي أنا لازلت أقول بأن ما تقوم به هذه الدولة المباركة من جهود يجب أن تذكر وتشكر وتقال ولا تنكر، ويجب أن تسطر لأنها منهجية عملية تصلح أن تخرج في دليل إجرائي لإدارة الحشود عالميا. صحيح. يعني لا يمكن أن توجد إدارة حشود مثل ما يحصل في هذه البلاد الحبيبة. نعم. شيء عجيب إذا تتكلم عن 2-3 مليون طيب في مكان واحد، ساعات طويلة في وقت واحد، في جهد واحد بهذه الطريقة. رجال الأمن اليوم ربما يقومون بجهود قد لا يتخيلها الإنسان. أحيانا بعض الناس يأتي مثلا في المواصلات أو في الباص الطريق مغلق، فيطلب من رجل الأمن يفتح الطريق. رجل الأمن لا أغلق الطريق إلا بأمر باعتبار المصلحة، يعني ربما ما تعرفت في نهاية الطريق ماذا هو موجود بالضبط، وبالتالي تحتاج إلى التسامح الكبير في التعامل مع هؤلاء، لأنه في الأخير ينفذون أوامر وهذه الأوامر هي في مصلحة الحاج. الأمر الجميل الذي أيضا رأيناه في السنوات كثيرة جدا مستوى التسامح الموجود لدى رجال الأمن مع الحجاج. ربما تحت الهواء كنت أنا وأنت أخي بهشام نتكلم عن المظاهر العجيبة التي تصدر من رجال الأمن. اليوم أصبح رجال الأمن يعني منذ زمن طويل يعني نسأل الله نكتب أجرهم يتعاملون مع الحجاج برفق وبلين، يعني يأتي الحاج منزعجا وهذا رجل هذا الأمن. هذا شفته دكتور بعيني، يعني أنه يكون حاج كان في حاج يعني بلغة مختلفة يتكلم مع بصوت مرتفع وكذا، لكنه رد عليه بأسلوب بابتسامة وباللغة اللي يفهمها. يعني هذا أمر آخر أصبح له قيمة أيضا لحفظ بعض المفردات من اللغة، بعض المصطلحات بلغته. والعجيب أن هذه الابتسامة تأتي من شخص أساسا هو مرهق وواقف في هذا المكان لمدة ساعات طويلة في الشمس. نعم. وربما مر عليه أمزجة مختلفة من الناس، هذا منفعل وهذا عصبي وهذا مندفع وهذا يريد أن يقول كلمة معينة، ومع ذلك تعامل مع كل الأطياف بشكل عجيب. فهم يعني نوجه لهم التحية والتقدير، وهي بالفعل قضية لفتة مهمة يجب أن نشير إليها، قضية التسامح مع الجهات المختلفة داخل منظمة. نعم. حقيقة في آخر 4 دقائق تقريبا من عمر الحلقة، الخطوات العملية كيف يكون الإنسان متسامح؟ والله هذه 4 دقائق مرة يعني نسأل الله التسهيل. أنا حقيقة أعتقد بأننا إذا أردنا أن نؤسس قيمة التسامح في نفوسنا نحتاج إلى خطوات عملية. الخطوة الأولى المهمة جدا أن نعرف أن العائد على التسامح هو ذات الإنسان. المستفيد الأول من التسامح هو أنت وليس الآخرين. إذا عندما أدرك بأننا عندما أتسامح أكون أنا المستفيد، مستفيد في ماذا؟ ستهدأ أعصابي، لن أكون منفعلا، لن أؤثر على لا حتى على التغيير الجسدي والفيسيولوجي، قضية الارتفاع الضغط إلى آخره. نعم. الأمر الآخر أنه سأترك بصمة وأثر في نفوس الآخرين، إذا أنا المستفيد الأول من عملية التسامح. ثانيا أبعدوا إخواني أخواتي المفاهيم المغلوطة عن التسامح، أن ارتبط مفهوم التسامح بقضية الضعف، أن هذا شخصيته ضعيفة، أنه لا يستطيع أن يأخذ حقه بيدي. ابعدوا هذا المفهوم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بأفضل القيم وأعظم الأخلاق هو الذي علمنا التسامح. التسامح ليس ضعفا، التسامح ليس يعني نزولا أمام الآخرين، التسامح قيمة سامية. التسامح علو ذات، ضبط النفس هذا أعلى درجات سمو النفس. أحيانا شيخنا يكون أنه مثلا هو ابن قبيلة معينة وهو من منطقة معينة
يفرض نفسه على الآخرين بأنه هو أعلى. صحيح، وهذه مشكلة أخرى أن يظن أن بعض المتغيرات الإيديولوجية سواء كانت نسبية أو غير ذلك تجعله يرتفع على الآخرين، هذه قضية حساسة وخطيرة. التسامح وفي الحج تذهب هذه، يجب أن تذهب الحج هو التسامح هو قيمة يجب أن تتجاوز كل ما يتعلق بأي مظهر من مظاهر الكبر أو التعدي على الآخرين. أعتقد بأن المتسامح ابتداء يجب أن يكون متسامحا مع نفسي حتى يكون متسامحا مع الآخرين. أنا كيف سأتسامح مع الناس إذا لم أكن متسامحا مع نفسي متصالحا مع نفسي؟ التسامح مع النفس أنني أرضى بما قسم الله لي، أنظر إلى الجانب الإيجابي وأعززه والجانب السلبي وأعالجه، أنظر إلى نقاط قوتي وأنطلق منها، ولا داعي لأن أنظر إلى أماكن يعني إلى إخفاقات وبالتالي يصبح بيني وبين نفسي نوع من العداء. أعتقد أيضا إحاطة الإنسان بالمتسامحين، ابحث عن المتسامحين، اجلس مع المتسامحين، ترى كبار السن اليوم يعلمون دروسا عظيمة في قضية التسامح. المندفعين أحيانا ربما يقلقون كثيرا في عملية التسامح، نحن نحتاج أن نحيط أنفسنا بالمتسامحين. استراتيجية ما قبل الأخيرة، إياك أن تنظر إلى نفسك وأنت متسامح على أنك ضحية أو على أنك مظلوم أو على أنك مهضوم الجناح. يعني تذكر قصة، تقول يا أخي أنا سامحت بس الله المستعان والله تعبت في ذاك الموقف. لماذا نتحدث عن التسامح على أنه يعني على أننا كنا ضحايا فيه؟ الموقف الذي تتسامح فيه أو الموقف الذي تتسامحين فيه أنت صاحب البطولة فيه، أنت بطل فيه، وبالتالي النظر إلى نفسك على أنك بطل في موقف التسامح سيعزز هذا القيمة ويؤجر على ذلك بإذن الله يعني ويؤجر. وهذه القضية التي نقول عليها العائد هي قضية الأجر العظيم. القضية الأخيرة هي الاستمتاع بالتسامح، يعني عندما تتسامح استمتع بأن الله وفقك في هذا الموقف على أن تكون شخصا متسامحا، لأنه بالفعل إذا يسر الله عز وجل أنني أتعامل مع من أخطأ في حقي أو تجاوز علي بقصد أو بدون قصد تحملته ابتغاء الأجر عند الله عز وجل، سيدخر الله لي هذا الأمر، سيحفظ لي عند الله ثم عند البشر. وأين يعني في أطهر البقاع؟ وفي أطهر البقاع طبعا. وهذه قضية مهمة جدا. أما الحجاج فقطعا قضية التسامح في حقهم أولى، لأن مجرد وطأ أقدام الحاج للأراضي المقدسة أقول هذه في حد ذاتها منة كبيرة من الله. يكفي أن تتجاوز كل قضاياك مع الناس وأن تقفز فوق كل اختلافاتك مع الله. حقيقة نختم معنا اتصال ومشاركة هاتفية من الدكتور منصور بن عبد الرحمن أبو خنجر ومدير عام شركة الحملة الراقية لخدمات حجاج الداخل. أهلا ومرحبا بكم دكتور منصور. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحيي ضيفك الكريم، استفدنا كثيرا من هذا الطرح، وأحيي جميع السادة المستمعين والمشاهدين. بارك الله فيكم. سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. لعلنا في عجالة يعني نتحدث عن مظاهر التسامح في الحج يعني بحكم خبرتكم. نعم، أريد أن أختصر جدا لأن ما ورد ما شاء الله من كلام يفترض أن لا يرد عليه شيء بعد هذا السرد الجميل جدا. أقول فرق يجب أن يفرق الإنسان بين التسامح الذي يقصد به العفو وبين التسامح الذي يقصد به تأخير. أنا أتكلم تركيزا على الحج، تأخير مصلحتي أنا في أجل تقديم مصلحة الآخرين. جميل. وهذا يرتكز على جزئية مهمة جدا وهي ما نشاهده في الحج. كثير من المشاكل وكثير من الأزمات التي قد تحدث في الحج هي كانت بسبب أنني أريد أن أصل إلى القطار قبل الذين أمامي أو قبل الذين خلفي، أريد أن أصل إلى المطاف، أريد أن أصل إلى الرمي، أريد أن أنهي هذا يعني العمل قبل فلان. معروف أن الحج ازدحام كبير جدا، ثقافات مختلفة وكل يطلب الخير. قيمة التسامح التي ذكرها ضيفك الكريم هي من أعظم طلب الخير في هذا الموسم العظيم، بأنني لو تأخرت دقيقة واحدة أحيانا، دقيقة التي هي 60 ثانية، قد لا يحدث مع هذا التأخر كثير من الأزمات التي تحدث كما نشاهدها عندما يتقدم الجميع في هذه الدقيقة. لو فكر كل واحد منا أن فلان هذا أضعف مني، أن فلان هذا أحوج مني، أنني أستطيع أن أصل بعده ولو تأخرت 5 دقائق. هذا التسامح في العمل لا شك أنه تسامح عظيم جدا سيوصلنا في تربية لهذه النفس في هذا الموسم. نعود بعدها من المنافع التي شهدناها في هذا الموسم، نعود بعدها إلى أوطاننا وإلى بيوتنا وأسرنا ونطبق ذلك في أعمالنا اليومية. قاعدة أختم بها وهي لو فكر كل واحد منا في التسامح أيضا في التعامل اليومي سواء في الحج أو في غيره، في مسألة أن كثير من الأشياء التي لا نتسامح فيها هي حق ممنوع وليست حق مكتسب.
95% من المشاكل التي قد نحكم بها على الناس بأنهم فعلوا كذا ولم نتسامح معهم في قلوبنا. الوقت أدركنا دكتور. نعم. جزاكم الله خير على هذه المشاركة الطيبة معنا دكتور منصور بن عبد الرحمن أبو خنجر مدير عام شركة الحملة الراقية لخدمات الحج حجاج الداخل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نختم معكم نشكره، أشار إلى إشارة جميلة رائعة، قل هي رائعة، بأن جزء من عملية التسامح أن تقدم مصلحة الغير على نفسك. جميلة جدا. مع ملاحظة أن هذا التقديم إنما هو في رصيد حسناتك. زيادة الوقت والعبء في عبادة لله تعني باختصار زيادة الأجر. نعم. ونسأل الله يجعلنا وإياكم متسامحين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.